من ساحة محمد علي انطلقت مسيرة الاتحاد لتجوب الشارع الرئيسي للعاصمة رافعة شعار الوحدة الوطنية ومطالبة بتوفير الإرادة السياسية لمعالجة ظاهرة التطرف معالجة جدية. المجهود الوطني نعم، ولكن حل يكمن أساسا في اتخاذ القرار السياسي، في وجود الإرادة السياسية من أجل وضع حد للإرهاب. الشخصيات الوطنية التي شاركت في مسيرة المنظمة النقابية لم تخف امتعاضها من المقاربة الرسمية في التصدي للعناصر المتطرفة التي صارت تحظى بأنصار داخل مؤسسات الدولة. إذا ما نعرفوش أسباب اللي جعلت الإرهاب يستوطن بتونس ما نجموش نعالجوه، وما دام ثم الإدارة فيها ناس متعاطفة مع الإرهاب وتغطي على الإرهاب وما زالوا موجودين، وفي المساجد ما زالوا موجودين يشجعوا على الإرهاب ويتعاطفوا على الإرهاب، إذا كان هذا ما يقعش تنظيفه ما تنجمش تقاوم الإرهاب. وبالتوازي مع الحل الأمني في تونس، هناك اتجاه لإحياء فكرة عقد حوار وطني لتدارس أنجع السبل للحد من خطر هذه الجماعات ومحاولة الوصول إلى وفاق وطني واسع. النقاش ضروري، الناس يقعدوا يناقشوا الظاهرة، يناقشوا الحلول اللي ممكن توصلنا للقضاء على الإرهاب. هذه بالنسبة لي شيء ضروري وإيجابي. ويتوقع أن تتوجه هذه التحركات الشعبية بتحديد موعد لمؤتمر شامل للحوار الوطني بين مختلف الأطياف في تونس. الوحدة الوطنية المطلوبة لمواجهة الجماعات المسلحة لم تحجب اليوم انتقادات المتظاهرين لأداء المؤسسة الأمنية. أيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية، تونس.